عليكم، انا اسمي تبارك حسام الدين. الليله حاتكلم لكم عن التثقيف الجنسي. يلا، ان احنا عارفين بانه العلاقات دي قاعده تحصل، سواء ان احنا عايزين الحاجه دي او لا ان احنا ما عايزين الحاجه دي، بالذات في الفتره حقت المراهقه وبدايه العشرينات تحديدا الحكايه دي بتكتر. فقلنا ان احنا عايزين نعرف اضرار الحاجات دي وعلاقه المخدرات بها شنو. الاضرار انك انت تمارسي حاجه زي دي قبال الزواج، بانها هي بتاثر عليكي، عندها تاثيرات غير الحمل طبعا. انك انت ممكن يحصل بنات، ممكن يكون في امراض بتنتقل لكي منه هو ولا منك انت له هو. من حياته مهمه انك انت تعرفي بانه غير انه ان احنا مثلا كبنات ولا مثلا كاولاد، هي الحكايه دي عمومه كترانه. فانت لازم تعمل حسابك وتتاكدي بانك انت تكوني محافظه على نفسك وتبعدي قدر الامكان عن الحاجات دي. بالنسبه للاثار حقت المخدرات عموما، بالذات المخدر بتاع الايس، بيزيد الشهوه الجنسيه لدى المدمن، فبيكون تلقائيا بيفتش على الحاجات دي، انها هي بتزيد له رغبته، بتزيد له شهوته. فنحن عايزين ان احنا المخدر ده عموما عايزين نبعد منه، عايزين انه المدمن ده يعمل حسابه لما يجي عمل حسابه بانه نحن اصلا ما عايزين نتعاطاه، هو ان احنا اصلا هو كمدمن بالنسبه لنا هذه مشكلتنا الاساسيه. كون انه تزيد له رغبته الجنسيه دي حاجه بتجي كسايد افكت، بتجي كانه مثلا والله انا مدمن بتاع ايس، انا الرغبه حقتي وشهوتي الجنسيه بتكون بتزيد. انت المفروض انت كولد ولا انت كبنت تفهموا بانه العلاقات الجنسيه هي ما المشاكل بتاعتها والاضرار بتاعتها ما بس بتكون انها هي حتحمل وكذا، في امراض بتتوارث. عندنا المرض بتاع ال HIV اللي هو بيكون قاعد في جسمنا لمده بتاع 10 سنين، والزول ما بيظهر له اي اعراض، ممكن يكون بنقول عليه هو asymptomatic carrier اللي هو زول ناقل للمرض من غير اي اثار جانبيه ما تظهر، وممكن يقعد في جسمك 10 سنين. لما يقعد 10 سنين بيكون بتحول لمرض اسمه الايدز. فده لما يحصل بيضرب الجهاز المناعي عندنا نحن، وما عنده علاج. فتخيل يعني عشان انه انا ادمنت مخدر ومشيت عملت علاقه جنسيه من غير حمايه، علاقتي دي قامت اثرت علي بالطريقه دي، فخطا واحد مننا بيؤدي لكوارث، لسلسله بتاعت كوارث بتحصل لنا وما نقدر نتحكم فيها. وبالنسبه لنا نحن سواء كنا نحن شباب، سواء كنا نحن بنات او اولاد، انه نحن نعمل حسابنا انه نحن نقدر نبعد من الحاجات دي، سواء كانت الإدمان بتاع المخدرات ولا الآثار حقتها الجانبية. من آثار تانية برضو عندها آثار نفسية، عندها آثار على العقل بتاعك، بأنك انت سواء جاكي مرض نقل لك مرض أو مثلا جاكي انك انت حملتي كبت، انك انت حتضطري توقفي الجامعة وتوقفي المدرسة. كيف انك انت كبت مسلمة في المجتمع السوداني حيتقبلوا عنك حاجة زي دي، انه انت مثلا بعدين حتقدري كيف تواجهي اهلك بالحكايه دي، كيف المجتمع حيرضى حاجه زي دي. فبتقوم البنت القائمه تلقى روحها بان هي مشت على الخيار بتاع الاجهاض، على انها هي تجهض، وعلى انه اغلبيه المستشفيات ما بيتوفر الحاجه دي، فبتضطر مثلا تعملوا براها ولا مثلا تمشي لاي داعيه ولا لاي وحده تقوم تمشي وتجهد لها، فبتديها بيكون على اثار مدى الحياه. فنحن نحاول قدر الامكان بانه نحن نراعي لشبابنا ونراعي لبناتنا ونراعي لاولادنا، واننا نكون دائما داعمينهم، واننا نحن فاتحين لهم المساحه بعد تعد طرح المواضيع دي، انك انت كولدك او كبنتك يقدر يجي يتكلم معاكي ويحكي لك مثلا انا والله اصحابي بيعملوا حاجه كده، ولا مثلا انا صحباتي بيعملوا حاجه كده وانا ما فاهمه، سواء هي كانت العلاقات الجنسيه ولا كانت التاثير حق المخدرات. ونحاول احنا قدر الامكان نبقى على اولادنا عشره، وان شاء الله يتربوا في عزن وبسلام.